بكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم كيكات صغار مذاق ديال الشكلاط والليمون، كيجيو رائعين قطنيين كيسحقوا التجربة، وبمقادير جد بسيطة. اللي غنحتاج ليهم كاس ديال الحليب، ضروري يكون بحرارة المطبخ، عندي كاس ديال السكر، كاس ما عامرش مزيان ديال الزيت، قشور ليمونة محكوكة، وعندي 3 ديال البيضات تاهما ضروري يكونوا بحرارة المطبخ، كيسين من السكر من الخميرة الكيماوية من وزن 7 غرام وحدة، وكيسين من السكر المنسم بالفانيلا، وعندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وجوج كيسان ديال الدقيق. وفي إناء غادي نضع البيض، بسم الله، السكر، السكر المنسم بالفانيلا، غادي نخلط المكونات مزيان. غادي نضيف الزيت، الحليب، قشور ليمونة محكوكة، من بعد ما خلطت المكونات مزيان غادي نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل، خميرة، وغنضيف الكاكاو، وغادي نخلط، ساهلين وكيجيو رائعين في المذاق وحتى في الشكل. غادي نعمرهم باقي ان شاء الله كريم باتيسيير،
وهذا هو الخليط اللي حصلت عليه. دائما عندنا ميزاننا، حيت كاين البيض صغير وكاين البيض كبير، وعاود على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. وهنايا عندي المولات ديال الكيك اللي دهنتهم بالزبده وشيت عليهم الكاكاو. ضروري نرشوا الكاكاو ما نرشوش الدقيق باش يجيو، يعني يجي المنظر ديالهم زوين، حيت الا رشينا الدقيق كيجيو بويض وهو الخليط كحل. ضروري نعملوا الكاكاو، غادي نعمرها من النص حيت باقي غادي تنفخو. من بعد ما غمرت الكيكات غادي نخليهم يرتاحوا 20 دقيقة، عاد غادي ندخلهم الفران يكون سخون على درجة 180 درجة. غادي يطيبوا 20 دقيقة من تحت، عاد نشعليهم شوية من فوق. من بعد ما طابوا لي الكيكات كيجيو قطنيين. غادي نعمر هاد الوسط بكريم باتيسير. كنحتاج ليه 2 معالق ديال السكر، كيس من السكر منسم بالفانيلا، وزوج معالق ديال مستحضر كريم باتيسير معالق كبار، ونسلط ديال الحليب. وغادي نوضعهم على النار مع التحريك، وغادي نعمر الكيكات كريم باتيسيير قبل ما تبرد. بسم الله، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكات بالشوكولات وكريم باتيسير. كيجيو رائعين، كيستحقوا التجربه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والمشاركه في القناه ديالي الى كنتم جداد. مرحبا بالجميع الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.